بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى. ربنا اجعلنا نفتح أبواب الخير أمامنا أمام المغفلين من خلقك من إنس وجن. آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوان، ولا عدوان إلا على اللئام المشؤومين. اللهم انصرنا عليهم بالتمام والكمال، آمين يا رحمة. أما بعد، نواصل الحديث عن ما ختمت به هذه الآية الكريمة. أيوة، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتفكرون. يتذكرون، غادي هنا يتفكر. وقال ربي كذلك يبين، في آية 219، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يبين للناس، يبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وبين التذكر والتفكر علاقة حميمية. نسأل الله أن نكون حاصلين على خيرات الطرفين التوأمين. نسأل الله البختة، نسأله حسن العاقبة والسلام.